بالكاتبة الصحفية الصينية يايشي هوا، واللي بتنضم لينا عبر الهاتف هذه المرة من بكين. أهلا بك مرة أخرى ياي، وفي البداية كيف ترين هذا القرار وما هي حيثياته؟ مرحبا بكم من جديد. نعم، كما نعرف أن الصين تسمع حول الأجانب الحاسدين على الإرادة السرية الصادرة قبل يوم 28 عام 2020 بدخول إلى لعفاي من تأشيرات لدخول مقاطعة حيناء الجزرية في جنوب الصين ودخول أفواج الرحلات السياحية البحرية إلى موانئ شانغهاي وغيرها. ويمكن أن نلاحظ أن الصين تقوم بتعديل سياساتها للتأشيرات ودخول بغيتها لتسهيل السفر عبر الحدود ودافع استئناف تبادل الأفراد بينها وبين مختلف الدول الأخرى. وباعتقادي أن كل هذه الأعمال تطابق نظرا يعني لبعض العوامل، أولا بفضل تعديل البلاد سياستها في السيطرة على انتشار الوباء منذ ديسمبر الماضي. وكما نعرف أن في الوقت الحالي تعود حياتنا إلى مسار طبيعي بشكل شبيه، فأعتقد أن الوضع الوبائي بنطاق العالم يكون في سيطرة الجيدة، وكل ذلك يعتبر أساسا لدفع الصين لاستئناف تبادلاتها الدولية بشكل شامل. ثانيا، تحتاج أهمية إلى تبادلات دولية، ومثلما أكدت الصين يعني أن تحقيق تنميتها الاقتصادية ومواصلة الدفع انفتاحية رفع المستوى مع العالم يحتاج إلى تعزيز تبادل الأفراد، وبالإضافة إلى تركيز على تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات التنمية بين الصين ودول العالم. وكل ذلك يعتبر التفاعل الثنائي الفعال بين الصين وخارجها. طيب يعني هوا، لو ما زلت تسمعينني أريد أن أسألك شيئا آخر. القرار يشمل السياحة إلى الصين فقط أم يرتبط أيضا بالمواطنين الصينيين وسفرهم إلى الخارج والدول المتاح إليها هذه الأماكن للسفر إليها؟ نعم صحيحة، أن يعني هذه السياسات التسهيلية ليس فقط لدخول الأجانب إلى الصين، بل هو يعني يفيد يساعد المزيد من الصينيين، يسمح الصينيين للخروج من الصين إلى دول أخرى. يمكن أن نلاحظ أنه منذ بداية هذا العام بدأت الصين بتعديل سياساتها في استئناف التبادلات الدولية منذ يناير الماضي، وخلال الأشهر الماضية وخاصة خلال عطلة عيد الربيع قام العديد من الصينيين بزياراتهم السياحية للدول المختلفة، وبما فيها مصر طبعا التي تعتبر من أكثر مقصد ترحيبا لدى الصينيين. وأعربت العديد من الدول عن ترحيبها لعودة السياح الصينيين إلى أسواقها السياحية. وأيضا يمكن أن نلاحظ أن هذه الإجراءات الآن يتوسع إلى أوسع المجال، يعني كانت هذه الإجراءات تنفذ فقط لبعض الدول ولكن الآن يعني أن الصين تعمل على توسيع هذه المجالات إلى المزيد من الدول، وفي المستقبل يعني أن التبادلات الدولية بين الصين ودول العالم بين يعني في تبادل الأفراد والتبادلات السياحية ستشهد توسعا شاملا و يعني منفتحة شاملة في كل المجالات. ياي، أنا عايزة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. يبدو أنه ما زال يوجد مشكلة في الاتصال. شكرا لك، شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية ياي شينهوا من العاصمة الصينية بكين. شكرا لك.